السلام عليكم، مساكم الله بالنور والسرور. في يوم الجمعة نقول اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدانا اليوم في هالمطعم القرمي. جمال هالمطعم إنه في جلسات خاصة وفي كراسي وفي جلسات عربية داخل على النهر. هذه الجلسات العربية اللي موجودة داخل المطعم اللي مطلة على هالنهر، على هالبط الجميل. عبد الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الرحيم هو المدير هنا في المطعم، والمطعم قرمي والأكل فيه كله حلال، كله حلال، لحم ودجاج. الأكل القرمي شبيه جدا للأكل التركي. إن شاء الله راح ناخذ لنا وجبة غدا فيه ونقيمه. أنا لو تكلمت عن جزيرة شبه القرم أبطول وبيأخذنا الحديث واجد. طبعا هي جزيرة شبه جزيرة ما بين روسيا وأوكرانيا، حصلت فيها خلافات كثيرة، وهم بقايا الإمبراطورية العثمانية. كان فيها نسبة المسلمين 74%، الآن نسبة المسلمين فيها 14%. حصلت خلافات ما بين روسيا وأوكرانيا، واستولت عليها روسيا في عام 2014، أصبحت الآن روسية، وهي موقعها ممتاز استراتيجي وفيها ثروات كبيرة، خاصة ثروات الزراعية. هذا اسم المطعم، اسمه إسكي قرم، يعني القرم القديم. عندهم أطباق واجد. هذا تشيبوريك، هذا قرمي، ها؟ راح نجرب إن شاء الله. في الداخل لحم المفروم، وفي بالجبنة، وأيضا بالميكس، يعني الجبنة والطماطم. موجود عندكم الأطباق الثانية وين عندكم؟ هذا مقلي على الزيت، وهذا للطاوة بدون زيت. فموجود عندهم عدة أطباق. في فطور عندكم صح؟ في موجود عندهم تركي. فطور تركي، في مشويات عندهم، في رز البلوف والأوزبكي موجود، والرز التركي والبقلاوة. هذه وجبات، عدة وجبات عندهم أطباق. الجلسات أرضية ومريحة، تأخذ كل جلسة حدود 8 أشخاص إلى 9 أشخاص. في الجهة هذه موجود في جلسات خاصة. الطلب وصل، وحنا قلنا اليوم بنخلي الأكل قرمي. طبعا أول أكلة عندنا البلوف. البلوف هذا أوزبكي معروف، الرز مع اللحم. عندي الأكلة هذه اسمها جيفنسي اتش، هذه عجينة محشية باللحم المفروم والجوز، ويضاف لها الصلصة هذا والصوص هذا. هذه كاورما، هذه لحم بقر مع الدجاج مع الفطر، وهذه اسمها ينطق. شفتوا هذه اسمها ينطق. طبعا ليش يسمونها ينطق؟ ينطق اذا طبخ الخبز على التوى بدون زيت يسمونها ينطق. الكلمه طبعا هي قرميه ما هي بعربيه. هذه اسمها يزمع، شراب الخيار والبقدونس واللبن، والله طعمها لذيذ. بدر طلبت واحد ثاني صح؟ اي والله شربت نص حقي. طيب اعطني نص اللي بتجي. جيفنزي اش، طبعا نحط عليها الصوص هذا وناكلها. طبعا هي محشية باللحم المفروم من داخل واللوز، ونقول بسم الله. أنا يا بدر والله ما أسكتن على ينطق. إن شاء الله حنطق بالخير. خبزة ما هي بناطقة. هاي خبزة. وجبة الغداء 4 أشخاص 973 جريفن، يعني ما يعادل 130 ريال. مطعم جيد ممتاز ويستحق التجربة. حيا الله شيخ المصريين. الله يحييك. أحسن واحد في أوكرانيا كله. أنت جوهرة جوهرة، أنت مينة هنيه في أوكرانيا. نبي ناخذ جولة في حديقة الحيوانات اللي في مدينة كييف. تذكرة الدخول على 120 جريفن، تفتح الساعة
9 الصباح وتسكر الساعة 6 المغرب. الطير الوحيد اللي في العالم كله كل ما شفته هو مثله ما يتغير، تتغير الطيور كلها لها الزرزور. في السعودية في العالم كله نفس الشيء. الحمام هذا من الحمام اللي يسمونه حمام لندن. طائر البجع بس إن حجامة صغيرة يعني. كلنا نعرف إن بايسون مشروب طاقة، لكن هنا بايسون الحيوان هذا اللي نفس الثور. سبحان الله، هذا شوفوا نوع من أنواع الخيول يعيش في آسيا الوسطى، شكله مثل الحمار ومثل البغل مثل الخيل ولو بكبره. نجينا على الرأس، في الرأس رأس الحمار والحوافر والذيل تقول ذيل الخيل. هذا الظاهر انه يسمونه الجمل الصيني، ابو سنامين او ابو دورين. الحين عمره شداد يجي على البعير ولا ما يجي؟ ها؟ والله انه يجي. شوف بين السنامين ما شاء الله على البنية خرجت با با طاح استانس مكيفة عليها مبسوطة بيتوكلها. جتها جتها سانة في حظيرة الأغنام الدياجة. والله انسانك في حظيرة من حظائر الديرة. دياجاتنا عند غنمنا معزة هلاي متويسات بدون خرفان. والله يا هذا الظاهر انه السمين يا راجي. اوه يا مجس ظهره، اشهد ان هذا السمين. هذول يعقبين يا راجي عيولات. يلا عرضنا يلا اكو عيولات. يهيب يهيب والله ما لومك لو تسمن، لكن العالم كلها توكلك وحاطينك لحالك. الكابيبار طبعا هذا خنزير مائي يعيش في أمريكا. هذا الثاني، وهذا هنا اللاما. عادة حدائق الحيوانات إذا جيتها تشم ريحة الزريبة الله يكرمكم وروث الحيوانات اللي موجودة أو مثل ريحة النار، لكن الحديقة هذه ريحتها جدا طيبة ما فيها أي ريحة كريهة. حجم الزرافة ما هو بشوي والله. طبيعة شوف ايش كبرها. جاتنا جاتنا جينا عند فرس النهر، نبيه يطلع ولا يطلع، يغازلنا ويطلعنا بنص عين ويغطس ثاني مرة. الله يذكرك بالخير يا ابو نايف ايام الاسكندرية. عليك هالضبعة يا ابتنا السمين. تبيني ارفع خشم انا وياك وفي هذا؟ ما نبي نفس امس. انت لا توقف عشان ما يطيح فينا بس. ما عليه. انا في خاطري انك لا وقفت ولا وقفت انها تبي تطيح. هذه شجرة الكرز. تو باقي عليه شوي ما طلع. ما كبر يبلع شوي بعد عشان يستوي. او ينضج حده. اما هذه شجرة التوت. مستوية استوى على كيفكم. ولذيذة. نقول بسم الله. عمر. خلصت الشجرة يا عمر ليش؟ عجبتك؟ طعمها طيب. عمر شرعت لك فتوة تشريع إن شاء الله على طيبة. نقول بسم الله.
خلاص للاسف نزل الناس كل ابوهم والالعاب سكرت عدم دانا ندخلها. لوحة إرشادية أول ما تدخل الحديقة يعطيك كل حيوان وين وجهته في دورة مياه موجودة. يا سلام على الأجواء في خرشاتك، جو حلو تمشي فيه ممتع. بنعود على شيخ بزار وناخذنا براد شاهي وبقلاوة، والله كان خاطري فيه أمس لكن مع العشاء ما مدانا، كنا اليوم نعوضها. أمس كنا برا ما شاء الله راقي المطعم، من دورين، الدور الجلسات اللي فوق وهذا الدور الأرضي ما شاء الله تبارك الله. احنا طلبنا وشيء الكنافة بالايس كريم والبقلاوة جاية بالطريق. إذا شفت العلامة هذه 7 × 24 معناتها أن الشقال 24 ساعة خلال 7 أيام أو أيام الأسبوع كاملة.